حسبي الله ونعم الوكيل. ترى مدينة نخل آثار الدمار جراء استهداف المدينة للمرة الثانية بالبراميل المتفجرة. حسبي الله ونعم الوكيل. دمار حي بأكمله جراء استهداف برميلين متفجرين. حسبي الله ونعم الوكيل. 28/6/2014 دمار حي كامل جراء استهداف برميلين متفجرين. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل.